فكره كابتن حشيش برضه ما هو حاجه غريبه. وبعدين يعني تسريب في تسريب، انا حتى لسه كنت بقول للكابتن شريف انا كنت سامعك يعني النهارده بتتكلم في هذا الامر، انه تسريب الاول امبارح اللي هو يرمي لك موضوع الفار يرميه لك كده ويستنى، وبعدين بالليل اجي انا ليا 10,000 تذكره تديني 2500، في ايه؟ هو ايه الموضوع؟ بص يا كابتن اسلام، هو تكمله للسيناريو اللي بدا من فتره من بدايه، احنا عمرنا ما شفنا السنغال تنسحب والكلام ده، عمرنا ما شفنا يعني مباراه نهائيه تعتبر من المباريات المهمه في افريقيا كلها، واجهه افريقيا هي الامم الافريقيه ونهائي الابطال. يبقى في السيناريوهات دي من البدايه، بدايه من طبعا المباراه والحاجات اللي حصلت واحنا مش عارف قدمنا وده انسحب والحاجات دي كلها عشان يبقى المباراه طبعا في المغرب. بعد كده طبعا موضوع التذاكر، وبعد كده الحكام، وبعد كده هو لغايه اخر لحظه الفار. النهارده ليله المباراه ولسه بيطلع سيناريوهات ثانيه عمال يالفها، لان هو حاسس ان مجلس اداره النادي الاهلي كل ما بتحصل حاجه بيحاول يسيطر عليها او بيحاول يتكلم. لا لا احنا بره الموضوع، بره لا 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 انا بتكلم على الاتحاد، انا بتكلم على الاتحاد الافريقي يعني احنا والوداد احنا دي بنلعب مع كابتن شريف، هو دي طيبة هو ده 200,000%. خلي بال حضرتك يا كابتن، معلش الكلام اللي الكابتن شريف بيقوله ده اصل كلام مهم جدا، يقول لك اصل انتوا طالعين لا احنا لا لا خالص دي حقيقه والله، يعني كلنا حد فينا بيكن مشاعر كده ولا كده لاخواتنا في المغرب اطلاقا، عمرنا هي سيناريو ما بين الاتحاد الافريقي واللجنه المنظمه لغايه اخر لحظه النهارده بيعملوا سيناريوهات، وممكن تلاقي برضو حاجه بكره طلعت تاني، ممكن يجي بكره قبل الماتش يقول لك ايه جون الوداد بقى بهدفين، الهدف بهدفين بقى دي اللي ناقصه الاخيره بقى، او كورنر بقى بجون ولا نص جون وحاجات كده، يعني حاجات طبعا بعيده تماما عن الفير بلاي اللي هو شعار الاتحاد الدولي. فين الاتحاد الدولي؟ لان الاتحاد الدولي ورئيسه جاي بكره اكيد لازم يكون شايف الكلام ده ومتابع الكلام ده، والناس في انحاء العالم بتتفرج على البطوله الكبيره في افريقيا، واجهه افريقيا. بصراحه الاتحاد الافريقي ده يعني اضعف يا اسامه من انه ينظم مسابقه محليه في اي حته، يعني مش في القاره كلها، يعني احنا لعيبه كوره يعني حاجه صعبه جدا يا اسلام. اللي بيحصل اتظلمت كمان، اتظلمت كمان ساعه كاس العالم للانديه، لعيبتك كانت في المنتخب ولعبت ناقص حوالي 7 أو 8 لعيبه، ومع ذلك رحنا 14 كان فبرضه مشكله، يعني كنا 14 واحد هناك في كاس العالم للانديه. فانت كنادي اهلي هتتحمل لغايه امتى؟ يعني كاس العالم للانديه رحت ناقص، البطوله دي مش متحدده من اولها، أيوه. يعني مش متحدد الملعب من بدء في اي حته في العالم، طالما ماتش واحد هيفصل مباراه نهائيه بيتحدد من بدايه البطوله ما بتتلعب، ده طبيعي. عدت المرحله دي، عدت النادي دي. الاهلي عمل كل او مجلس اداره النادي الاهلي عمل كل ما يخص النواحي الاداريه للسيطره على هذا الامر باي طريقه. هي الغريبه بقى الاخيره دي اللي هي بتاعت امبارح، بقول لك انا طول النهار بنسمع حاجات، ما احنا قاعدين الواحد قاعد بيعمل ايه يا كابتن؟ حضراتكم اكيد زيي كل واحد قاعد شوف الاخبار، اتبع فلان، اتبع اللي انا عايز تعرف الدنيا فيها ايه، لانه في النهايه بتتكلم عن حاجه بتحصل وزمايلك واصحابك هناك بيتكلموا ويقولوا لك اصله ايه ده؟ احنا عارفين الموضوع ده من الظهر يمكن. النادي الاهلي ومجلس ادارته بيحاول يحل من بدري. واخطر حاجه ان اللاعب ينزل الملعب حاسس ان هو مش فيش امان، مش هياخد حقه. في حاجه ان هو النهارده الملعب بكل الدنيا بالمنظمه مش عارف ايه عايزين ياخدوا منه تعبه وجهده وبطولته، وبيستكتروا عليك انك انت الاول في افريقيا وبيستكتروا عليك لثالث مره على التوالي بيستكتروا عليك كل حاجه. انا يعني تفكيري راح لكده والله يا كابتن، بيستكتروا عليك اذا كان اللي جوه او اللي بره، على فكره تكون احنا هنا من جوه او من بره الناس مستكتره على النادي الاهلي اللي هو فيه ده. انا بقول لك انا مش من الناس اللي بتروح لموضوع المؤامره او لنظريه المؤامره، والله بجد مش يعني مش بقول كده، واحنا وحشين لا قدر الله يبقى اتغلبنا، لكن اللي احنا اللي بيحصل ده دي مؤامره. هم مركزين يا كابتن اسلام، هم مركزين على حاجه مهمه قوي. اتفضل. عارفين ان سلاح الوداد هو ارضه وجمهوره طبعا، فهو خلاص الارض خلاص عمل اللي عمله وخلى المباراه على ارض الوداد، تاني حاجه يبتدي يلعب بقى على الجماهير، لان في ضغط وفي اقبال من
واقبال من النادي الاهلي ومجلس الاداره جايب طيارات من مصر وكمان بيلعب على المصريين المقيمين الجاليه اللي هي كبيره كمان طبعا. والوافدين من جميع انحاء العالم ليه اتفرجوا على المباراه فهو عايز بقى يخنق الحته دي كمان عشان يقلل العدد لان هو عارف ان جمهور النادي الاهلي حتى لو نسبته 10% من الجمهور الثاني هيبقى اكتر منهم لا عايز اي صوت في الملعب أربعة. هو مش عايز اي حاجه مش عايز اي بوت 14 مشجع في ماتش الصفاقسي صحيح انا كنت بلعب كنت في الملعب ايوه 14 مشجع يا كابتن منهم واحد ومراته في الهاني مون